مساء الخير. حادثة مأساوية. القصة هتبتدي من عند الشيخ رأفت، اسمه رأفت ندى، موظف بالأوقاف من قرية المنحريت بالشرقية. كان عنده 3 بنات، وكان عنده ولد مصاب بالفشل الكلوي وتوفى بسبب المرض ده. ربنا رزقه بولد تاني مصاب بنفس المرض الفشل الكلوي، والولد برضو عاش كام سنة وتوفى، وربنا رزقهم بولد تالت عبد الرحمن وعنده نفس المرض الفشل الكلوي. ومن اول ما اتولد عبد الرحمن وهم ما قصروش في علاجه وبيعالجوه، وكانوا بيودوه يعمل جلسات الغسيل الكلوي بانتظام. الشيخ رأفت كان واخد عبد الرحمن ورايح يعمل جلسه للغسيل الكلوي، وكان معاه والده عبد الرحمن، وللاسف عملوا حادثه في الطريق. الشيخ رأفت وعبد الرحمن توفوا، ووالده عبد الرحمن لسه لحد دلوقتي في المستشفى مصابه اصابات بالغه. اخو الشيخ رأفت الله يرحمه طلع وقال ان هو كان صايم في اليوم ده، وكان هيتبرع لابنه بكليته وبيعمل اجراءات من شهرين، بس ربنا رحمهم هما الاثنين وساب زوجته و3 بنات. ربنا يرحم الشيخ رأفت وعبد الرحمن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات. مع السلامة.